عندها الاستعداد مقتنعة بإنتاج وكيفية وأهمية الحرير. طبعا احنا كنا في جولة في مركز الداخلة، أنا شفت نموذجين هناك، نموذج خاص لأحد الشباب المهندسين، ودي بداية طيبة فعلا لإنتاج الحرير الطبيعي، ومزرعة تانية فيها حوالي 3000 شجر التوت وفيها معمل لهذا الغرض. فالبداية يعني بداية كويسة وفي جدية، بالإضافة إلى مركز الخارجة هناك مستثمر جاد في مدينة الخارجة لإنشاء هذا المشروع، وبدأ فعلا البنية الأساسية في إنشاء المبنى الخاص بالمعمل لإنتاج حرير الطبيعي، وعند مساحة من الأرض لزراعة التوت. لكن أنا كراجل المتخصص في هذا المجال، ان احنا بنقول لك تجربه توجيهات السيد رئيس الجمهوريه بزراعه 1.5 مليون فدا من النخيل، احنا الحمد لله تم تحقيق الهدف في زراعه 480 الف فدان من النخيل استثمار في شرق العوينات وفي جميع مراكز المحافظه، فهو دليل وتشجيع من المزارعين وصغار الزراع بزراعه النخله واهميتها، لانه هو ضامن كيفيه التسويق. ما اهم حاجه انك انت تزرع شيء كيف تسوق؟ إذا وجدت التسويق فالناس بتشجع المزارعين وتشجع المستثمرين، والدليل على ذلك اللي هي الفترة الأخيرة زيادة عدد كبير من المستثمرين إلى أرض محافظة الوادي الجديد، لأنك أنت وفرت لهم البنية الأساسية. مجموعة كبيرة جدا مهتمة جدا، لدرجة أنهم بيصوروا الشاشات أو العرض الشاشة بتاع الدكتور المحاضر عن طريق الموبايل اللي بيه هو يتفقدها بعدين أو يراجعها تانية بعدين. فوجئت برضو بناس دخلت على طرق التواصل الاجتماعي زي جوجل والنت والكلام ده عشان تجمع اكبر معلومه او اكبر معلومات يغذي بها نفسه او يثقف بها نفسه عن موضوع دوت الحرير، وده حدث برضو فريد من نوعه تحت مظله القطاع الزراعي في الوادي الجديد ونقابه المهنه. مشروع او مبادره 1 مليون نخله طبعا معروفه، هي مبادره 1 مليون نخله من اهم المبادرات. احنا عارفين ان البلد بتاعتنا اقتصاديا دايمه على النخل، احنا تقريبا بنملك 2 مليون نخله، 1.7 مليون نخله مثمره، بالتالي فان احنا نزود الانتاج او نضاعفه فده على طول هيعود علينا بالايجاب، اذا كان من احنا نقدر نحقق مستوى معيشي كويس لاهل البلد دي او نقدر نحقق فرص عمل برضو لاهل البلد دي. فطبعا النخل هو رزقنا او النخل هو حياتنا طبعا في البلد. نتمنى باذن الله مشروع 1 مليون نخله يعني ياخد مرحلته الجايه ونقدر فعلا مع الوقت نشوف ده على الارض. وغير كده عاوزين نستغل من بعد النخله ومن بعد الثمار احنا نستغل كمان مخلفات النخيل، وان احنا مهتمين بده، واحنا عندنا مساحات كتير تسمح بده، وعندنا الصوب بتاعتنا نقدر نعمل فيها تدفئه وتبريده للحاجات اللي هي موجوده زي الانتاج بتاع الحرير. احنا عندنا مشاريع ضخمه جدا، واكبر مشروع اقتصادي وضخم في الوادي الجديد عن البلح زي ما حضرتك شايف. احنا بنصدر لايطاليا وبنصدر لبلاد بره ثانيه اخرى خالص كبيره، فاحنا بنتكلم في انتاج الحرير برضو من الانواع اللي هي بتنتج بطريقه كبيره او طريقه ضخمه، فعايزين ان احنا نسوق بقى. واحنا بدانا نبدا في طريق الدخله، في الدخله بدانا ننتج المشروع ده، فاحنا عايزين بقى ننتج في الخارج في كل حته في الوادي الجديد، لان احنا مسموح لنا بمساحات اكبر، احنا اكبر مساحه على مستوى مصر. الجو بتاعنا ما ينفعش غير فيه النخيل. وانت يمكن شايف بسم الله ما شاء الله الطفره اللي حصلت سواء كان في درب الاربعين او العوينات، شيء والاماكن كل الابار السطحيه الجديده كله بيزرع نخل، وبيزرع ايه؟ وبيزرع على مسافات وتعليمات من الوزاره على اساس انه يعني مثلا الفدان بياخد له 80 نخله 90 نخله، وشيء محترم. في الفتره الاخيره والاونه الاخيره فعلا ازداد النخل هنا في المحافظه، ويمكن وده شايف مردود خالد من بالنسبه للمصانع اللي هي اتعملت اللي هي الجديده، فهو طول ما فيه المنتج موجود المصنع، موجود مصنع التغليف. فاحنا منتجنا بسم الله ما شاء الله دلوقتي رغم المنافسه الشديده بين الدول، واحنا مصر يمكن في المرتبه الاولى او الثانيه بالنسبه للسموم.